الشبكة والمهر عليكم، والنجف والمطبخ والستاير، ده غير الملابس والشربات. الله، ده ايه يا وليد؟ ده تعزيز بقى. الله، مش ابنك بيشتغل في المينا؟ ده غير ريع الدكان. ده قر بقى قر يا اختي. طب ما بنتك موظفة وبتقبض قد كده غير شغلها في المدرسة. قولوا بقى انكم باصين لفلوس البنت، ناقص كمان انها تصرف على البيت. وما تصرفش ليه يا حبيبتي؟ مش كفاية ابنها هيلمها بعد ما دارت معاها ايام وليالي؟ يلمها منين يا حسرة؟ مش لما الاقي شقة الاول. والشقة لازمتها ايه يا غنايا؟ ما بيته مفتوح. اظن ما هتسكن معاكي. ايه؟ هو انا حاجة فين البيرة؟ ابخيت. ايوه بيرة بيرة هنا، خمسة بيرة. لم لسانك يا عزيزة. يا اختي لموا بنتكم الاول. خلاص بقى مدى عزيزة. اسكتي بقى يا مرات ابويا. يعني انت ارضيك الولية دي طول لسانها عليا؟ معلش معلش استحملي عشان خاطر انا. نعم تستحملي. ده يا عمر. عمر زي بعض ده هترده علي. ملناش دعوة احنا يا بخيت. ايه يا اختي ايه؟ مش عايزاه يدافع عن امه؟ اشترطيه من دلوقتي؟ لا 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 بلاش كده. ايه؟ بلاش شغل الحموات ده معايا بلاش. نعم انت سكت لها بخيت؟ اضربها بالقلم قالت الادب اللي ما ترباتش دي. يلطش مين يا وليه؟ مجنونه انت؟ انا مجنونه يا بنت المجنونه؟ العين يا زتون العين يا زتون. وحشتي عندي يا بهوات كل حاجه عندي. خلي بالك من المحل. هلا اتفضلوا اتفضلوا يا بهوات. اتفضلوا اتفضلوا يا مدام. دي عربيتي والله. اتفضلوا 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 اركبوا اتفضلوا اركبوا. يكفي بس المهم الشمس والهواء. ودي ايجارها قد ايه؟ ده عشان خاطركم انتوا بقى ايجارها 250 جنيه في الشهر غير الخلو. 250 جنيه غير الخلو؟ ايوه. انا بقول بقى ناجل حكايه الشمس والهواء دي لبعدين ونشوف مكان يسترنا لغايه ما ربنا يسهلها. هو مضروم بس دمه خفيف. اتفضلوا اتفضلوا. هو احنا لسه هننزل اكتر من كده؟ احنا عايزين شقه مش تربه يا معلم. تربه ايه؟ طلع اللي عايش فيك وانت تقدر على تمن التربه. اي اي سلامتك من قولة. اي يا حبيبتي انا بخاف قوي من الضلمه يا بخيت. خافي خافي ازاي وانا جنبيكي؟ يا مش هتسيبني ابدا. سيبك عمري ما هسيبك. انا فين الكنيف؟ فين ال ال الأوضة فين؟ شوف بقى الحكاية بسيطة أوي. هما بتوع المجاري هيجوا ينزحوا الطفح ده وكل شيء يبقى تمام. رأيكم بقى عجبتكم الشقة؟ إيه؟ في إيه؟ هي ما عجبتكمش ولا إيه؟
بان هاجل حكايه الجواز دي كلها لغايه الظروف ما تتعدل. لو هنستنى لغايه ما الظروف تتعدل يبقى مش هنتجوز ابدا. سيرها طفره موت يا حمار. انتخبوا الراجل الحر، انتخبوا رجل المبادئ، صاحب المبادئ انتخبوه. الراجل الحر، انتخبوا الراجل الحر، انتخبوا الراجل الحر، رجل المبادئ. ما وراهمش غير النكد، العيب في الظروف اللي بتخلي الشرفة اللي زينا مش عارفين يعيشوا. لو انت صادقه، العيب فينا احنا اللي ما بنحاولش نغير ظروفنا. عرفت يا اجروات ان 18 الشهر الجاي اجازه؟ اشمعنى؟ انتخابات مجلس الشعب وهيعملوا هنا في المدرسه لجنه. انا عمري في حياتي ما انتخبت. يبقى ما تلوميش الظروف بقى، احنا اللي سلبيين، بنضيع حقنا وبعدين نرجع نشتكي. ما عندناش سوشيال بوليتيكال كومبريهنشن. اللي انا مش فاهمان ايه اللي يخلي الناس تتصارفع على طولها مجلس الشعب؟ عشان الحصانه يا حبيبتي. لا يا حبيبتي، مش الحصانه وبس، اللي بيخش المجلس بتبقى امه دعياله، مركز قباها وقيمه وسيمه، ده غير بقى الشقق والعربيات والامتيازات اللي بالهبل. هو ايه الشروط اللي بيطلبوها عشان الواحد يرشح نفسه؟ حضره الوكيله استاذ عجيله، اعلان المحكمه ده جالك، عندي جلسة آداب الأسبوع الجاي. أنا مضطرة أخطب مدير المنطقة التعليمية، واعتبري نفسك موقوفة عن العمل لحد ما تخلص الحكاية دي. بقول لك إيه يا عم مقصود؟ تعالى بيومي، أنا عايز أكلمكم في موضوع. هل ممكن نعمل جمعية مع بعض؟ بس أنا بصراحة داخل على جواز، فيهاش حاجة إلا من ساعة بعض. ألف مبروك يا بخيت. ربنا يكرمكم، ربنا يكرمكم يا رب. ماشي ماشي. تخش معايا جمعية خميس؟ جمعية؟ بقى بتشتغل في المخازن ومش عارف تدبر حالك؟ قصدك إيه؟ أصحيح، ما أنت شلح. إيه شلح دي؟ يعني أشفور. بقول لك إيه؟ ما بحبش الترسين. مالها المخازن؟ فيها حاجة؟ فيها وفيها وفيها. آخر حلبسة. حلبسة؟ آه. نه وشفط وتبديد. انا تحت ايدي مستندات وزون صرف وتقارير استلام وبضاعه داخله وبضاعه رايحه وبضاعه جايه وبضاعه واقفه وبضاعه نايمه. هتقريبا كل بضاعه جديده تيجي يمضوني ويوزعوني، وانا فرحان قوي عشان بزوق وباخد اوفر تايم. هش وطي صوتك. وطي صوتك ليه؟ وانا اللي بسرق؟ انا كده طمنت لك يا رفيق. رفيق مين؟ انت. انا مش برافق حد. انت رفيق يعني زميل. انت متاكد؟ ايوه جدع. اوعى تكون في حاجه. لا رفيق. يعيش اسم بيه نصير العمال، يعيش اسم بيه نصير العمال، يعيش اسم بيه نصير العمال، يعيش اسم بيه نصير العمال. اصدقائي وزملائي العمال، اوعدكم لما انجح واخش المجلس، وده بفضل الله وبفضل ثقتكم فيا، اوعدكم ان اجعل من هذا المصنع صرحا وفخرا للصناعه الوطنيه، واوعدكم أن ألبي كل طلباتكم ومتطلباتكم العمالية، والله ولي التوفيق. شكرا. فرصة وهو داخل انتخابات، تقدر تكلمه؟ وكلم أبوه كمان. فين المستندات؟ ده كلام خطير جدا، انا مش قادر اصدق ان الحاجات دي ممكن تحصل في الشركه عندي. انت متاكد من الكلام ده؟ طبعا رسمي بيه متاكد، والمستندات هي اللي تثبت كلامي، وعلى العموم سيادتك ممكن برضه تعمل جد وتحقيق وتتاكد بنفسك. على اي حال انا متشكر جدا انك انت جبت لي المعلومات دي. انت مثال العامل الشريف اللذيذ، تستحق مكافاه كبيره جدا. يا باشا انا عملت الواجب مش اكتر. انما لو سيادتك مصمم، انا اصلي مقدم على سلفيه عشان داخل على جواز. أوي أوي، اكتب الطلب وأنا هوافق لك عليه فورا. مش بس كده، ده أنا هرقيك كمان، هنقلك الورش عشان أبعدك عن الجو الفاسد بتاع المخازن ده. يا باشا اللي بتعمله ده كتير، أنا يعني ربنا يخليك، ربنا يخليك لمصر. شكرا أوي أوي أوي. أنت قلت لي اسمك إيه؟ بخيت يا فندم، بخيت حنيدق الميطل. بخيت.
بخيت حميدة حنيدة يا فندم حنيدة، هي بتتكتب قاف انما تقال الف، بخيت حنيدة المهيطل. حنيدة. طيب على نوم تقدر تمشي انت دلوقتي، وبعدين ارجوك اما توصل لاي معلومات تيجي بلغاني فورا، تمام؟ وبعدين في حاجة مهمة لازم تعرفها، انا باب مكتبي مفتوح لك في اي وقت يا باشا. النهارده تاكدت ان في امل، في امل في البلد دي تبقى كويسه، طول ما امثالك موجودين. ربنا يخليك، ربنا يحفظك لمصر، ربنا يكتر من امثالك، ربنا ينجحك في الانتخابات. عارف حضرتك، روح يا شيخ، روح روح. مرزوق وصل لي المخازن فورا. سبع ولا ضبح؟ سبع طبعا، ده اسمه بيه، ده راجل هايل، راجل عظيم، تخيل وافق لي على السلفه وهيرقيني كمان. والحلبسه اللي في المخازن هيعمل فيها ايه؟ ماليش. مش بقولك انك شلح. استنى هنا اخيرا، انت رايح فين؟ الباشا قال لي بابه مفتوح لي في اي وقت، فابعد انت عشان ما تتاذيش. ها استنى هنا خينا. الله، المعلومات دي لو كانت وصلت لمجلس الاداره كنا روحنا كلنا في داهيه. مين دول؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت ازاي تدخل البني ادم ده عليا من غير استئذان؟ اه سعاده الباشا، استنى بس، استنى بس، انا كنت عايز اعرف هتعمل ايه سيادتك في موضوع المخازن. طيب طيب هكلمك بعدين. نعم، انت مش اتنقلت الورش، عايز ايه تاني؟ انا كنت بسال بس، يعني مش انت ما تسالش، ده مش شغلك. انت تنزل من هنا على الورش على طول، موضوع المخازن ده مالكش دعوه بيه خالص. ازاي بس يا باشا، ده مال عام. وانت مال اهلك؟ الله، اما انت راجل قليل الادب صحيح، امال مال اهلك انت؟ ازاي ولد انت تكلمني بالطريقه دي قصاد الوقاحه بتاعتك دي؟ مفيش سلفه. وانا مش طالب سلفه، انا طالب تحقيق بقى بصراحه. كده عظيم. مرزوق، امر اداري فورا بوقف الولد اللي اسمه حنيده ده عن العمل واحالته للتحقيق. مبسوط حضرتك؟ اتفضل بره بره. روح يا شيخ، ربنا يخرب بيتك، ربنا يصعدك في الانتخابات. امشي ورا، ربنا يخلص مصر من امثالك. والحق مش علي، عارف ما انت حرامي. هقول لك ايه، انا بقى هفرجك يا رسمي بيه. حرامي امشي، اشارك حراميه. انبسطتي بجد؟ مبروك على البحر على طول. سلمي لي على بابي ومامي. اوكي. واختك سناء، ها؟ تليفونات. برافو، انا مبسوط من شغلي قوي يا انسة حديدة. جلال، ابقى احطها معاكم في قوائم الانتخابات. تحت امرك يا سويه. تعملي ايه؟ حبيبي انا مش مبسوط من شغلك خالص يا سويه. يا فندم. شش، بس مش كلام فارغ، تعالي ورايا. تعالى عوض، تعالى. عصبي قوي وزول حنين، اصل مشاغله كتير. ده غير انه نازل في برنامج الشعب. ربنا يكون في عونه، باين عليه انسان محترم قوي. نايب محترم ومحترم قوي قوي قوي. واللي يخلص له ياخد منه عليه. سالي معقول سالي حبي، احنا ناس على قدنا وما حلتناش حاجة. ما تضايقيش نفسك، انت لو اتفرغتي للشركة وركزتي معايا مرتبك هيزيد وتقدري تجيبي شقة بالتقسيط. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت متأكدة ان ما عندكيش مشاكل تاني؟ تكلمي حبيبتي على زي اخوكي. طب بس خلاص خلاص خلاص، كفاية شغل كده النهاردة، لم حاجتك وتعالى اوصلك معايا في السكة، وبالمرة تحكي لي يمكن اقدر اساعدك. باين عليكي كلك مشاكل.
قضية أداب. لا حول الله رب. وشرفك يا سعادة البيه، أنا مصدومة ما عملتش حاجة. أنا كنت قاعدة أنا وبخيت على البحر وفجأة. هتقولي لي بس ولا يهمك ولا تحملي هم، بكرة الصبح أبعت لك المحامي بتاعي يحضر معاك الجلسة. ربنا يخليك يا سعادة البيه، مش عارفة أشكرك إزاي. بس مش كان فارغ، عيب. أنا كده أحب أسند الناس اللي معايا، بعتبر كل الموظفين اللي عندي زي عيلتي بالظبط. في ايه مصلح بيه؟ ازاي دي كانت فايده عن بالي؟ هي ايه؟ انت بنت حلال يا عديله. عندي شاي هنا كنت مديها لواحد صاحبي اتجوز فيها وسافر، كنت ناسيها خالص. خديها اهو، دي بقى تقدري تدفعي ثمنها براحتك. تحبي تشوفيها دلوقت؟ بس الوقت متاخر، ما تخليها لبكره مصلح بيه. مفيش حاجه بتستنى، حلاوتها في حموتها. مش احسن من كده؟ جميله قوي، بس دي كبيره قوي قوي علينا يا ستي. بكره تخلفوا الاولاد يملوها، انا كده احب الناس بتوعي يتمتعوا. بس دي تلاقيها عايزه فلوس كتير قوي قوي. لا ما تحمليش هم الفلوس، ما تغلاش عليك. جبانه غيرت عن بكره. ميرسي يا مس الهدي. اعملك عدا بكره؟ لا استاذن بخيت الاول. بتحبيه؟ طبعا. يا بخته بيكي، ربنا يخليكوا لبعض. متشكره قوي يا مصلح بيه. تعالي افرجك على بيت شقتكم. بسم الله عليك. بسم الله عليك. ياه، دي تلاقيها اكتر من 5000 جنيه بكتير. عجبتك؟ حلوه حلوه قوي قوي. ده انت اللي حلوه يا ماما. حلوه قوي ورقيقه قوي. مصلح بيه، ايه مالك بتعمل كده ليه؟ ما تلم نفسك كده شويه. الله، ايه؟ طب اهو. انت مش بتحبي خطيبك؟ طبعا بحبه قوي قوي. مالك؟ طب ما اصلها ليه؟ عايز نعمل ايه يعني؟ يا ماما مش المفروض تساعد الراجل اللي يبقى عنده شقه حلوه زي دي؟ اساعده ازاي؟ انت اتجننت؟ انا اللي اتجننت؟ هو في راجل اليوم دي يعرف يصرف على بيته؟ لازم له راجل تاني يساعده. يا خيبتك يا خيبتك يا عديله يا خيبتك. ده انت بقى مش عايز لك سكرتيره يا اخويا، ده انت عايز حاجه تانيه. طبعا فهمتيها بقى. لا عايز حاجه. لا مش كده. ايه وقتك؟ طبعا يا نهارك اسود. تعال تعال افتح لي الباب بسرعه بدل ما اصوت واقول لمعاليك وامك لا اله الا الله. يا لهوتي. ايه اللي عملتيه ده يا بت؟ بتشرطيني؟ اقول لهم في البيت ايه؟ تطعيم؟ عايزه صوتي؟ صوتي. شوف يا سكاكيه، اولا انت هنا في بيتي، ثانيا جايه معايا برجليك يعني بكيفك وبمزاجك، وفوق ده وده بقى عندك قضيه ادب يا سكاكيه، ما حدش هيصدقك. صوتي صوتي يا حبيبتي. ايه؟ اقطعك؟ لا. عارفه ان انا زباله. هبهدلك. بحب البهدله. اهو يا ابن الكلب يا ابن الكلب يا ابن الكلب. اهدى اسود يا هدوء يا جد. يا بتاعت البحر يا عبد المحاكم يا ام. يلا يا ابن الكلب. بحب الورد برضه. اديني بوسه ما سبتنيش. اتفو عليك وعلى شكلك. اتفو عليك وعلى عيني يا عيني. اهدي بقى عشان ورانا مشاوير. اسكت بقى تعبتني تعب. يا بنت المتضايقه تاني ده شعرك؟ شعري بقى من خضها. يا امي ما هسيبك لو جابوا لك. ده انا هعمل لك صينيه بطاطس واعزم عليك اصحابي. يلا بقى شد شعر شرشحين كل ودي. يلا تموتي مالك؟ انا الحق عليا، الحق عليا، مش عايزك تتعدي مني. تعدي؟ تعيانه؟
عندك اسمه ايه ده؟ بوستيني ليه؟ ممكن تديني اسبوع واحد اتعالج واجي لك بنفسي. هو ده بيتعالج يا ماما؟ قالوا لي اني هخف. ربنا يسهل طريقك. الباب عند الجزمه والشنطه، الشنطه على الباب، مفتاح الشفونيره. يلا. انت زعلان مني؟ كفايه مرمطه يا ماما. انت مبسوط؟ ربنا يوفقك. يلا يلا يا ماما. ما تجيش بقى. متشكرة. لا ما تجيش خالص يا جازة، بره. يلا يا ماما. تصبح على خير. هيجي منين الخير؟